هيا هيا بسرعة، اركضوا هيا يا ترقد، هيا أسرع هيا. أنا الذي ربحت، أنا الذي ربحت. ما هذا الكلام؟ أنا الذي ربحت، تجاوزت الخط قبلك. ما الذي تقوله؟ تجاوزته قبلك. أنت أعمى، أيكو ستحكم. شهادتها غير مقبولة، إنها حبيبتك. ها؟ أنا لا أقول غير الحق يا بامسي بيرك، منذ متى تعرفوني أكذب؟ ها؟ قلت لك لا تفعل هذا ثانية. وماذا إن فعلتها؟ صحيح أن رأسك كالصخر، لكنني سأكسره. حقاً؟ تعال جرب إن استطعت. هيا تعال تعال هيا. كفى أنتما عهدان قفاة. ما به أرطغرل؟ سليمان شاه طلبه في خيمته. خيرا إن شاء الله. هل سيذهب لصيد الغزلان؟ في المرة السابقة اصطاد غزالة جميلة. تجهزوا، سنذهب إلى حلب. انظروا، لقد زاد وزني وأنا جالس هنا. وأخبروا إلياس تقيه، سوف يأتي معنا. أمرك. أحس بحرقة في داخلي ولا أستطيع التحمل، أكاد أن أموت. وكأنني أتركك لأول مرة. أساساً لم نلتقي تورغوت. هل انتظار لحبيبي طوال الوقت أمر سهل بالنسبة لفتاة مثلي؟ أنا لست منزعجة لأنك ذاهب الآن، ما يزعجني هو أننا لا نلتقي، وكلما قلنا نريد أن نتزوج أجل الموضوع. أعدك هذه آخر مرة يؤجل. لا أعرف إن كنا سننجح في المهمة، لكن أعدك سنتزوج حين أعود، وسنكون مع بعضنا، وسيقولون آيكوز وتورغوت تزوجوا من بعضهم أخيرا، وستدق الطبول لأيام، وكل البنات في المخيم سيزفون أجمل فتاة لعريسها، وسوف ينظرون إليها وينتظرون دورهم، وسيموتون من الغيظ عندما يرون أجمل فتاة تذهب لخيمة حبيبها.